سوينا احنا بجهود خاصه. هاي الامور البسيطه احتراما للشهداء عملهم. فهاي الثوره الشهداء الثوره هاي الشهداء بها حتى بنات بها بنات مثلا هاي زهراء اللي استشهدت بساحه التحرير شهيده زهراء علي سلمان الله يرحمها ان شاء الله ويصبر اهلها. وهنا أنا حيدر عسكري وهنا أنا انمار وهنا أنا محمد علي واسماء هواي حسين حسن وعلي خليل وجبار شعيب هواي هواي طبعا. فشباب طبعا كلهم ذول الشهداء اغلبهم طلاب جامعين واغلبهم شباب متخرجين وما متعينين طلعوا للمظاهرات حتى مجرد يلقون تعيين بسيط حتى يمارسون حقوقهم حتى يعيشون الحياة بكرامة. فأجمع التحرير هنا أنا واستشهدوا بكرامة يعني عذرا لهم عذرا ما عاشوا الحياة بكرامة بس إن شاء الله عاشوا يعني راح يموتون ماتوا بكرامة ماتوا بعز. فهذا اللي راح نوصل لكم. عندنا من ضمن الشهداء مثل ما قلنا لكم صفاء السراي هذا رمز الثورة وكلهم طبعا رموز كلهم ما يقولون عن صفاء مثل ما سوى صفاء هم سووا خسروا أرواحهم. فهنا عندنا شهداء مثل ما تشوفون أمير وكرار وعمر وعمر عمران وكاظم. هنا طبعا عندنا بنية هنا سأشوفكم إياها علياء علياء كرار الساعدي هاي هنا الشهداء. اللي أريده من عندكم شك واحد يجي للتحرير هنا لازم يزور هاي المقبرة خاطر الشهداء يزور هاي المقبرة زين حتى أحياء يعني حتى يعرفون بأنه الثورة قائمة على عمودهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن عمليات إحراق متعمد لمحاصيل الحنطة والشعير في المحافظات العراقية وعملية استهداف للمحاصيل الزراعية في العراق وهذه الأراضي الزراعية وبالتالي محاولة لتدمير الإمكانيات الزراعية لدى العراق وجعله يعتمد أو يظل يستمر بالاعتماد على الدول الأخرى خاصة إيران والدول المحيطة بنا بالاستيراد ويكون بلد مستهلك فقط دون أن يكون بلدا منتجا في وقت الأزمات كما هي الآن أزمة كورونا وحاجة العراق إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. سنتحدث عن هذا الموضوع وأيضا تصريحات لبعض المسؤولين والنواب عن هذه الاستهدافات التي تحصل للأراضي الزراعية. المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل و الذي كان يعرض هذه المقابر الرمزية التي وضعت لثوار تشرين حقيقة الذين سقطوا في هذه الساحات دفاعا عن الوطن ولاستعادة العراق من الذين سلبوه وسرقوه ودمروه من الأحزاب والميليشيات والسياسيين الذين تسلموا الحكم منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة خرجوا ليدافعوا عن كل القضايا التي يعاني منها العراق كل الأزمات التي يعيشها العراق كبلد والعراقيون كشعب. خرج هؤلاء الشباب والمتظاهرون بشكل عام لاستعادة الوطن وإصلاح هذه الكوارث التي جلبها من جاء مع المحتل لتدمير العراق من ضمنها قضية الزراعة العراقية وتدمير المحاصيل الزراعية واستهدافها بهذه الطريقة وهي ليست المرة الأولى هذه المرة تتكرر هذه الحوادث. في العام الماضي كانت نفس الحوادث التي جرت وأعداد كبيرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تم استهدافها وتدميرها. هل يستطيع مصطفى الكاظمي أن يعلم من هي الجهة التي تقف خلف هذه الاستهدافات المتعمدة للمحاصيل الزراعية وهو كان سابقا رئيس جهاز المخابرات ولم يستطع أن يعرف من هي الجهة التي قامت بحرق المحاصيل العام الماضي والآن أصبح القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ومع هذا لا نزال نرى هذه الاستهدافات المستمرة للمحاصيل الزراعية للأراضي الزراعية في العراق في فترة حكمه هذه التي أصبحت الآن ربما 9 أيام 8 أيام ومع هذا نرى كل المشاكل تستمر مثل الاعتداء على المتظاهرين وقمعهم إحراق المحاصيل الزراعية. وسنتحدث بعد قليل عن كيف أثنى على دور عادل عبد المهدي في منجزه تجاه القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. من معنا الآن؟
السيد أبو حسن من بغداد. تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب يحفظك أخي محمد. هم دول ينزلون أجندة أعداء العراق. نعم. يعني مو أول مرة هاي يحرقون المحاصيل الزراعية. نعم. قبلها بديالة، صلاح الدين، بالنجف، بالحلة. نعم. ما يفرقون ترى هم يعني. نعم. أعمالهم هاي الإجرامية ما تفرق بين أي ناس يعني. نعم. يعني من كل الشعب العراقي. نعم. ولذلك هم ينفذون اجندات تخدم مصالح اعداء العراق. نعم. ولذلك كل ما يستمرون باكثر واكثر راح يعني يزيدون بعد من عنجهيتهم واذيتهم للشعب العراقي. والعالم العربي بصوره عامه يعني هم ذولا اعداء للعرب. احنا نقول وين الملاحقه، وين المحاسبه، وين المتابعه القانونيه والحكوميه ضد هذه الاطراف او الجهات اللي تستهدف الزراعه العراقيه؟ اخي محمد هم كلهم يعرفون مدى ينفذها، كلهم يعرفون، كلهم متفقين واحد ويا الاخ يعني هم. نعم. كلهم ماشيين بخط واحد. يعني لا تصدق يعني رئيس الوزراء هم يعني من هو محمد اخويا يعني. نعم. من جابوا هم ذولا؟ هم. نعم. جابوه الشعب العراقي. انت برايك من اللي يقف خلف هذه العمليات يا ابو حسن برايك الشخصي؟ الميليشيات طبعا ما غيرهم. ميليشيات مدعومه من ايران هي تدعم العراق، يظل يستورد المحاصيل الزراعيه واي مو زراعيه، كل شيء. نعم. يعني كل شيء يخص بالانسان يستوردون، يعني موتون القطاع الصناعي الزراعي. نعم. بالصوره العامه الحياه كلها يعني مو معقوله، يعني معقوله ما يعرفون؟ هسه انا اعرف بيتي من يطب ويطلع. نعم. هم يعرفون كل شيء. ولذلك. نعم. هم يا اخي اعداء العراق، هم هذول اصلا اعداء العراق. ينفذون اجندات اسيادهم. نعم. ويمشون بامرهم. ماكو يعني اذا اقول لك شغله ذاك في واحد حكى لي اياها، يقول كل وزير عليه واحد جنرال. يقول له سوي هيك سوي سوي. نعم. هم ذولا ما عندهم كرامه يعني ما عندهم اصلا رجوله. نعم. انا اشكرك يا ابو حسن من بغداد. نعم. اشكرك شكرا جزيلا وضحت الفكره. معنا السيد ابو محمد من السماوه. تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. محمد رمضان كريم. وعليكم السلام ورحمة الله علينا أجمعين إن شاء الله. أستاذ محمد بالنسبة لل يصير بالبلد هاي أيام. نعم. بالنسبة لحرق المحاصيل. نعم. إيه. المحاصيل إحنا هسه هو المتهم فيها الدولة الإسلامية على عدم هو اللي يحرق المزارع ويقتل وينفذ الهجمات ويرجع من جديد يقوم بأعمال ضرب الحشد الشعبي وغيرها. نعم. من المسميات الاخرى. زين الحين احنا نسال الحكومه ونسال الاحزاب الشيعيه اللي هي طالبه بانسحاب الامريكيين هذه المناطق اللي هي كانت توفر الجهد الاستخباري بما يتمثل بالكاميرات الحراريه والمناطق الطيران المسير ويسحب تنظيم الدوله الاسلاميه بهذه المناطق ما يقدر ينفذ هجمات بالليل. طيب. هسه جماعه احنا يعني احترينا ما عرفنا شنو اللي يردونه قبل يوم يطالبون يقولون ها تعالوا اضرب لنا مواقع الدوله الاسلاميه. زين انتم ذاك اليوم تصيحون تقولون لا احنا ما نريدهم خلي يطلعون امريكا ما نحبهم دول كرهناهم. زين انتم يعني. نعم. وقت ما يقول على الامريكا وقت ما خلصوا ان شاء الله لكم كلهم طلعوا ما تقدر. نعم. والبارح مصطفى الكاظمي هذا النمون الجديد اللي جت العراق اللي طلع لنا المسرح ذاك اليوم وكلكم شفتوه. طيب يا ابو محمد. السيد ابو حسن من بغداد. ابو حسن من بغداد. نعم. سال. نعم. او كان يتكلم عن موضوع. ايه. انه هاي الجهات الحكوميه تعرف يعني لما تتكلم حضرتك هسه تتكلم عن داعش ودائما تطلع الخليات الإعلامية الخاصة بالقوات الحكومية أنه رصدنا تحركات شفنا يعني استعدينا لموجات من هجمات تنظيم الدولة وغيرها داعش وهالسوالف. طيب ماذا يقدرون يعرفون بأجهزتهم الاستخبارية اللي صدعوا رؤوس العراقيين على قنواتهم الحكومية أنه هي واحدة من ربما من أكثر الأجهزة الأمنية تطورا بالعالم؟ ماذا تقدر تعرف من اللي دي يستهدف الزراعة العراقية وحرق المحاصيل هاي ثاني مرة؟
ثاني مرة محافظة ديالى العام الماضي خسرت 70% من محاصيلها الزراعية، مدى يقدرون يعرفون منو اللي يستهدف هذه المحاصيل؟ هي استاذ محمد اذا تشوف يعني هي من العام بدت هاي الفعاليات صحيح يعني حقيقة بالبنات اللي هي تواجه تنظيم الدولة الإسلامية، لربما هم اللي يقومون بعمليات الحرق او انا نخلي انا او احتمالية انه الميليشيات هي تفتعل هاي الأزمة. نعم. يردون يرجعوننا للمربع الطائفي مثل 2004 2012. نعم. يعني ليش تساعدها يعني انه تنظيم الدوله؟ هم هسه يقولون تنظيم الدوله، اذا تنظيم الدوله ثبت عليه هذا الحكي وانه هو اللي يقوم بحرق المزارع هو اللي يطلبها، اذا انتم وين قوكم ورجعتوا قبل ايام واشهر والقواعد الامريكيه انسحبت بصوره عاجله شفتوها انتم وانحصرت بس يا ابو محمد يا ابو محمد حتى بس نتفق على نقطه، داعش بعد ما انتهت عمليات العسكرية وأعلن حيدر العبادي ما يسمى بالنصر ب 2016 الحرق اللي صار العام الماضي كله صار في مناطق أعلنت الحكومة أنها مناطق خالية من داعش وما يوجد بها أي تنظيمات إرهابية أو عناصر والمناطق هاي مؤمنة، يعني لما تقول الحكومة هذا الكلام معناها أنه عندها قوات حكومية مسؤولة عن حماية وتأمين المحاصيل الزراعية للناس المناطق، يعني هاي كلها تمت يعني مو بس بالمناطق الغربية للعلم، في محافظات الجنوب أيضا تم إحراق صحيح. محاصيل زراعية وهاي المناطق أصلا ما داخلها تنظيم داعش أبد. صحيح. فهم يعني نشوف حمايتهم وين كان حمايتهم يعني ما صور وفرون الحماية أستاذ محمد المزارع ويحمون الاقتصاد القومي للبلد ويحمون المزارع من هذه الهجمات وهذه العمليات تعرف حقها من المسؤول عنها لحد الان، هم يقولون تنظيم الدوله جزء يعني جزء جهات اخرى ثانيه مغرضه القصد من عدم تخريب الاقتصاد فما عندهم جهد استخباري ولا عندهم شيء يحول دون هذا الشيء ابدا، مستحيل انت لا تصدق انهم حكومه العمائم المزيفه المدعومه من ايران انه إن الشيء أو الصدر أو غيره من هالمسميات أو السجاني أو مجموعات النتنة الوسخة اللي أمرت العراق من 2003 لحد الآن. شكرا لك يا سيد محمد من السماوة، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد هاشم من النجف، تفضل يا هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. الله يحفظك. طبعا احنا نشكر قناه الرافدين. حياك. والله احنا بس هاي الاذاعه هي جايه تخلي الوادي تحكي وتخلي الوادي تعبر عن صوتها وعن رايها. كل الهلا بيك يا هاشم، تفضل. الله يرحم الله والديك، هاي الاذاعه بس حايره بهذا وذاك، واحنا احنا بالنسبه لهاي المحاصيل اللي حرقوها هم الحكومه جايه يحرقوها. ليش؟ ليش؟ هم ما خلوا العراق يرتاح خاله، هم العراق ما يردون يرتاح، هو من وحده لوحده طبقوا داعي طلعوه خلوه ذبوا على مظاهرات. نعم. جابوا هاي مال المحاصيل، جابوا كورونا، ما ادري ايش سووا، وهم مو خوش اواديم، هاي الاحزاب الله لا يوفقهم ولا يوفق ايران، هم ذولا طبوا لنا نقمه. نعم. والله العظيم، وبالنسبه تحكي وقال لك انت عنصري، تحكي وقال لك هذا، تحكي على السعوديه، يحكون على فلان دوله، والله العظيم السعوديه اشرف من عندهم. واشرف من ايران. نعم. والله العظيم، وذولا الله ما خلص من عندهم، وبالنسبه للمحاصيل هم حرقوها، والحكومه من حكومه لحكومه، واحد يسلمها للثاني، هم كلهم حرامي هذولا. نعم. يعني سيد هاشم يعني عندنا نائب عن محافظة ديالى رياض التميمي يقول هاي اللي دي يصير من حرق هاي مخططات مجهزة سابقا حتى يتم حرق المحاصيل، يعني لما نائب برلماني أو نائب عن المحافظة عنده هاي المعلومة أنه مخططات دا تجهز لحرق المحاصيل الزراعية، ما المفروض أجهزة الاستخبارات أو الأجهزة الأمنية تكون عندها معلومات أكثر تفصيلاً من المعلومة اللي عند نائب بالمحافظة؟ يعني ما المفروض يكون هناك تحركات عسكرية وأمنية لتأمين
الزراعة العراقية وإبعاد هاي الأخطار عنها والضرر اللي حاصل، اللي يخلينا نظل نعتمد على إيران وعلى غير إيران بالاستيراد على أكلنا وشربنا. هذا محمد، هم ذولا يردون من العراق ما يرتاح، وهم ذولا هم اللي يحرقون المحاصيل، هو اللي عنده معلومات بالحرق وعنده معلومات بالتمثيل وعنده معلومات بهاي الشغلات، غير هو هم مشتركين، هم هذول فينا مخططات من الدوله هاي. نعم الله شاهد، مخططات من الدوله، وهي الدوله ماكو ما تقدر على كل شيء تسوي، هاي جابوهم الاحزاب وجابتهم ايران قعدوهم على الكخ، كانت توجيهات من ايران كلها سووا هيك شغل وهيك طب وتجيب هيك. نعم مجرد ذولا هيك حاطيهم، كون اللحاظه واحدهم حاطينه لا ياخذ ولا يعطي، كله مدعوم حتى من ايران، هذا ما حتى الكلمه اللي يلقيها ايران توجه بيها، الله وكيلك، هذا عادل عبد الملك كتل الوادي مباراه من ندم هناك قتل لهم بال 50 55 واحد قتلوه. نعم زين، هم ذولا كلهم حراميه وقتلوا ادراجهم وهاي، ويعني الله لا يوفقهم. أنا أشكرك يا سيد هاشم من النجف، شكرا جزيلا. معنا السيد فارس من العمارة، تفضل يا فارس. هذه نوع الميليشيات التي هي ارتكبت بحرق المزارع في النجف وقبلها في 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 جالة وفي الأنبار، هذه أعمال الميليشيات، هي بالأمس قتلت المتظاهرين أيام ما كان النظام عادل عبد المهدي حاكما. نعم. على على سدة الحكم بالعراق، هم قتلوا وأراقوا وارتكبوا مجازر في الناصرية وفي مدن أخرى. نعم. ومن خلال أعمال الخطف والقتل والاعتقالات ما زالوا تمارس بشكل علني على حساب النظام القمعي، نظام مستبد، نظام طاغية، مجرم حرب. فهذه الميليشيات، هذه الميليشيات اللي تحرق واللي تقتل واللي تختطف على حساب النظام القائم في ايران، نظام مجرم حرب هذا ومستبد، الله وكيله. فهم فهذه الميليشيات تريد تدمير اقتصاد العراق على حساب انعاش اقتصاد هذا النظام وبلده. نعم. هو اولا اقتصاده منها مدمر، فتريد هم يريدوا تدمير اقتصاد العراق وتدمير المحاصيل وزراعة كل الزراعة بالعراق على حساب نشأة الاقتصاد الإيراني. نعم. يا أخي، أما من ناحية أخرى ما زالت أعمال القمع تمارسها الأجهزة القمعية المجرمة التابعة للدولة هذه. نعم. لهذه الدولة المرشدة المجرمة التي ما زالت تمارس أعمال الاقتطاف والقتل حتى الانتهاكات. يا أخي ما يصير هالشكل، احنا عرفنا الدخانيات وعرفنا السكين وعرفنا كل هذا، بس أعمال مثل هذه فظيعة، هذه ما يصير هالشكل، يعني السكين عرفنا، الدخانيات عرفنا، كل شيء، بس هذه الأعمال اللي مارسها البعض المتظاهرين في ساعة التحرير هاي فظيعة. المشكله هنا اللي ديمارس هاي الاعمال يا فارس هو المسؤول عن حمايه الناس، القوات الامنيه اللي هي يسموها هسه العراقيين قوات مكافحه الشعب، ذولا اللي هم المفروض وظيفتهم الاساسيه حمايه البلد، حمايه الشعب، هم اللي دينفذون هاي الانتهاكات. فاحنا اذا القوات الحكوميه هي دا تنفذ انتهاكات، شلون نعتب على الميليشيات؟ لا يا اخوي، هي القوات القمعيه، هي لا تصدق بالله العظيم، القوات القمعيه وكل اجهزتها. نعم. كل اجهزتها. نعم. ماكو جهاز بها صدق بالله الا موكسي، لان هي من الاساس العمليه السياسه نشات على فساد، هي من الاساس من نشوءها هي نشات على فساد. نعم. فكل مرافق الدوله هذه هي مفسده. طيب. سيد فارس، سيد فارس انا اشكرك شكرا جزيلا، وضحت الفكره. معنا السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، حياك الله. تحيه لك وتحيه لقناه الرافدين، تحيه للكادر وتحيه للشعب العراقي وتحيه للثوره وتحيه للمتصلين الاخوان. بالنسبه للسادة اللي يحرق
الحرائق هذه الحنطة والمحاصيل الزراعية بالعراق. نعم. هي أستاذ محمد معروفة يعني ما يحتاج لا لجنة ولا هي الميليشيات الإيرانية على رأسهم العامري وقيس الخزعلي هذه تعلن ولاءها وفالح الفياض هذول يعلنون على التلفزيون ولاءهم لإيران ليس للعراق. نعم. ولا فيها جدال يعني استهدفوا حتى الثروة الحيوانية والصناعة. نعم. واستهدفوا حتى السمع يعني ما في عراقي ما يعرف هذه يعرف انها هي الميليشيات من اجل ان النظام الايراني هذا القانوني ابن العاهل هو عليه حصار علشان يمشون محاصيل ممنوع العراق السرد الا من النظام الايراني. نعم. لازم من انتاج النظام الايراني هو اللي يصدر للعراق في ظل غياب لا دولي بالعراق. نعم. وانا احيي المتظاهرين على رفضهم للحكومه لانهم يعرفون انه لا تجي حكومه عن طريق هذا البرلمان المشوه التي تجي حكومه ناقصه وهم يعرفون. تحيه على وعي هذا الشعب وتحيه لصمودهم. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيده غاده من لندن. تفضل يا غاده. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. مساء النور. كيف الحال؟ انا حبيت بس اوضح شيء ان احنا الان في مرحله شبعنا من كلمات قديمه الفساد الميليشيات الحكومه الفاسده. نحتاج الى تجديد بالكلام تجديد بالخطاب تجديد بالفكر العراقي. يعني العراق الان انا افتح اي قناه الكلام اشوفه كانه معيود كانه ستيريوتيب. يعني وين ما افتح اي قناه سواء كانت هاي توجهاتها للحكومه الفلانيه او للمنهج السني او للمنهج الشيعي الكلمات متشابهه. نحتاج الى تغيير. من اي ناحيه التغيير يا سيده غاده؟ يعني حتى يعني نستفيد. يعني مثلا الان الحرائق معروفه ومعروف الاسباب مالتها ومو فقط هي جايه بس من الميليشيات اللي تابعه لايران. اختلط الحبل من الحكومه الان بها مكون سني ومكون شيعي ومكون كردي. دول كلهم لهم سهم بهاي الكعكه العراقيه بهذا الترف العراقي بهاي المال العراقي. نعم. السائب ويقول لك المال السائب يعلم على السرقه. سيده غاده يعني نعم. الموضوع هو ده يتكرر. هذا الموضوع حديث ايضا حتى لو كان الموضوع جديد او مكرر هو بالنهايه استهداف لقوت الناس وقوت العالم اللي عايشه هسه بحاله من الفقر. وتحذر الامم المتحده تقول نسبه الفقر بالعراق حتصير 40%. طبعا هاي ارقام الامم المتحده اللي تعتمد بها على ارقام الدوله. الفقر بالعراق حيتجاوز هذا الرقم. احنا بدنا نتكلم بهذا الموضوع بغض النظر من هي الجهه اللي تقف خلف عمليات استهداف المحاصيل الزراعيه. وين الحلول بالضبط احنا نسال وين دور الدوله؟ وين دور مصطفى الكاظم اللي اجى غرق العالم وعود؟ طيب وين التنفيذ؟ اشو من اجى استهداف للمتظاهرين، اغتصاب للمتظاهرين، قتل للمتظاهرين وحرق للمحاصيل الزراعيه، ولا كانه هو موجود ولا كانه تغير شيء. هذا هو سؤالي. هذا السؤال. في كل عصر في كل عهد من عهود السابقه من عبد المهدي الى الجعفري الى المالكي كان اكو خراب للعراق في المصانع في المعامل في هسه المحاصيل هاي صار لها هالسنه والعام هاي الجديده هاي مال المحاصيل تحرق. زين انتم يا المزارعين ما عندكم عقول تفكر؟ سيجوا محاصيلكم طلعوا عشائركم. وين عشائركم؟ اللي عنده واللي يسوي هاي المحاصيل اكيد عنده فد ثروه، عنده فد ناس، عنده فد مجموعه عشيره الدعمه. سيجوا محاصيلكم يا اخي. هنا اذا يصير ناب لندن اذا يصير خلل هالدبدوسه ثاني يوم ينحل. لازم اكو لا لا تقارني سيده لا سيده غاده لا تقارني. انا ما اريد اقارن. اي لا لا بالعراق بالعراق اني انسان واجب الدوله انه توفر لي حمايه وتوفر لي الحياه الامنه والكريمه. انا ليش اظل اني شايل سلاح واقعد امن نفسي؟ اخي اذا كان العطب في الدوله يبقى الشعب مكتوف الايدي ينتظر الدوله تكمل اشياء الحياتيه. مو هاي حياتي هاي قوته. خلي هو يدافع خلي هو يسيج هاي اللي هو خلي يحمي نفسه بنفسه. احنا تعلمنا نشوف انا طلعت بعد حروب وحصار ودنيا لكن اخذت من هذا الفكر المضيء هنا اخذت من عنده ولو الشيء القليل. خلي المزارع يحمي نفسه يستنجد بعشيرته. هسه هالبقى هذا من عنده اراضي العراق واسعه. صدقني بعد كل هاي الحرائق وراح يبقى المحصول يكفي ويزيد ويصدر اذا استطاعوا المزارعين ان
يحافظ على اللي بقى. طيب يعني لن يتغرب. سيدة غادة نعم وضحت الفكرة، أنا أشكرك طبعا شكرا جزيلا. أحد الأشخاص اللي انتموا للعملية السياسية وكان مشارك إلى حد الآن، وهو الآن محلل سياسي قاضي يدعى وائل عبد اللطيف، قال في إحدى اللقاءات، وهي حقيقة ليست هي جملة تنسب له فقط، هي هذا الأمر معروف لكن نأتي من لسانه، يقول بأن العراق الآن يعيش بشريعة وقانون الغاب. طيب أنه إحنا يا فلاح شيل سلاح وقعد سيج أرضك الزراعية وقعد دافع عنها، هذا حق، حق الدفاع أصلا هو يحسب من الجهاد في ديننا الإسلامي الدفاع عن الأرض. لكن إحنا خرجنا أو العراقيون خرجوا في ثورة تشرين حتى يخلصوا من كل مظاهر انتشار السلاح والعنف والفوضى اللي خلفتها حكومات ما بعد الاحتلال، وجعلت السلاح ينتشر بيد العشائر بالجنوب بيد الميليشيات، وصار السلاح بوقت من الأوقات يباع على الأرصفة في الشوارع في بغداد. طيب إحنا ليش ندعو إلى هذه السياسة اللي هي تعم الفوضى؟ يعني المظاهرات هذه والحمد لله أنه هي سلمية، لو كان فيها سلاح واحد من أخف أنواع الأسلحة سلاح أبيض لجيشت هذه الحكومة قواتها وميليشياتها وقمعت هذه الثورة منذ بدايتها، لكن أدخلتها في حرج عالمي لأنها كانت سلمية وكانت تقمع. إحنا هذا الموضوع ليش نقول الفلاح يأمن أرضه وكذا؟ ليش مو الدولة؟ واجب الدولة، واجب الحكومة أنه هي تجهز البلد وتأمنه من الناحية العسكرية، من الناحية الأمنية، شرطة وجيش ومنتشرين ويحافظون على أمن البلد وعلى المحصول الزراعي. يعني إحنا نستغرب من مصطفى الكاظمي يمدح بإنجازات عادل عبد المهدي بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي. طيب شلون القطاع الزراعي بالنسبة لك من المنجزات يا سيد الكاظمي أنت وعادل عبد المهدي؟ ويوميا نتابع إحراق متعمد للمحاصيل الزراعية واستيراد مستمر للمحاصيل والأغذية من دول مجاورة على رأسها إيران. فهذا الموضوع اللي احنا نتكلم به. وحتى لو كان الفلاح يريد يأمن نفسه، شي يريد يجيش واحد اثنين ميليشيات أعداد كبيرة جدا وسلاح ثقيل جدا، يعني مستحيل أن يصمد المواطن البسيط أمام هذه القوة القمعية الكبيرة المنتشرة في العراق. من معنا الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام حياك عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك؟ أهلا بك. ويحيي قناتكم البطل التي تنقل كل ما يجري في العراق. الله يسلمك أخي محمد. نعم. بالنسبة للحرائق اللي الآن في محافظات واطب والحلة وصلاح الدين وسامرة وغيرها، حرق المحاصيل الزراعية نعم. هي عملية مقصودة لأنه أولا يريدون ينهون الزراعة في العراق وبالتالي حتى يستوردون من إيران نعم. وهاي سببها يقوم بها الميليشيات المتنفذة في الحكومة العراقية نعم. لأنه تمتلك السلاح وتمتلك القوة. فعلى هذا الأساس نشوف أنه حتى ذاك الوقت الحبوب من الحنطة وغيرها أنه يستوردون من إيران وبالتالي حتى يقطعون الزراعة في العراق وحتى لكي لم يكون الفلاح العراقي أن يزرع المحاصيل نتيجة هذه الفوضى في العراق. فهذا سيد أبو الحسن حابب أسأل حضرتك على كلام السيدة غادة من لندن، لها كل التحية والاحترام طبعا، لديها وجهة نظر تقول إحنا ليش نعتمد على الدولة هي تأمننا؟ ليش ما الفلاح يسيج مزرعته ويجيب أقربائه وعشيرته ويأمنون مزارعهم وحقولهم من هاي الاعتداءات؟ طيب هل برأيك هذا الكلام هو اللي لازم يصير؟ لو لازم يكون بالعراق نظام وطني أمني قادر على حماية البلد وحماية ثرواته. أستاذ محمد بالنسبة نعم بالنسبة للاعتداءات وحكي الأخت من لندن، أولا الحكومة العراقية يجب أن تكون مسؤولة عن حماية المواطن العراقي من كل ما يجري في العراق، ومسؤولة مسؤولة مباشرة أنه تحمي المواطن. هل من الممكن المواطن أن يتصدى لمجموعات مسلحة ومتنفذة وبالتالي إذا صدى لها راح يقولوا لها هاي أربعة إرهاب؟ وإحنا نعرف أنه عملية
الأربع أرهاب، كل من يحمل السلاح ضد الميليشيات المتنفذة وضد السلطة فيسموهم أربع أرهاب، حتى نعم. وإن كان يحمي ممتلكات الزراعية. نعم. فما ممكن أنه المواطن هو يحمي نفسه. نعم المواطن قادر أن يتعاون مع الجهات الأمنية، بس المسؤول الأساسي والأولي هو الحكومة أن تأمن حماية المواطن وحماية ممتلكاته وحماية روحه. نعم. من أين يأتي حماية المواطن والميليشيات الآن المتنفذة تحرق محاصيل الزراعية في العراق وبالتالي تأخذ أتاوى من المواطنين نتيجة الخطف القائم كل واحد. نعم. نشوف الآن الحالة الأمنية في العراق مربكة وبالتالي المواطن العراقي غير قادر أن يواجه هذه الميليشيات وهذه العصابات المتنفذة. طيب. وهاي مصالح إيران بها، لأنه إيران توجيه إيران حرق المزارع في العراق حتى لكي يتسنى لها استيراد الحبوب من إيران وكل شيء نعتمد عليها على إيران وبالتالي نعم. حتى ندعم الاقتصاد الإيراني وننهي الاقتصاد العراقي. وضحت الفكرة السيد أبو الحسن من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا. معنا السيد سعد من السعودية، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، بارك الله في هذه القناة المباركة. حياك الله. أنا أقول أن الكاظمي كرم عادل عبد المخزي على ما قام به من تدمير، والحين هو يتزعم هذا التدمير إرضاء لإيران، لأنه لو ما إيران وأفعاله هذه اللي بيسويها والله ما يجلس ساعة. لكن الحمد لله الشعب العراقي أوعى من هذه الطغمة الفاسدة والعصابة المجرمة بهذا الشعب، لا تصدقوا منهم أي مثقال ذرة من إنسانية أنهم يسوونها في العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك يا سيد سعد من السعودية. مشاهدينا نود الآن أن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في هذه الحلقة من برنامج صوتكم عن إحراق متعمد للمحاصيل الزراعية واستهداف الزراعة العراقية في مختلف المحافظات التي تشهد زراعة محصولي الحنطة والشعير وخسارة كبيرة للأراضي الزراعية مقابل صمت حكومي، وموضوع حقيقة يتكرر دائما، هذا الموضوع يتكرر المرة الثانية، العام الماضي حدث والآن يتكرر مرة أخرى، ونرى استهداف متعمد وإضعاف لقطاع الزراعة العراقي، ومع هذا لم نرى تحركا حكوميا من أي حكومة كانت تجاه وقف هذه الجهات أو ملاحقة أو متابعة من يقف خلف هذا الاستهداف المتعمد ومن يتحمل مسؤولية هذا الحرق المتعمد للمحاصيل الزراعية. معنا السيد أبو عدنان من لندن، تفضل يا أبو عدنان. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أنا يعني بس حبيت أشارك بالبرنامج، يعني فضل. إحنا نشوف بأن هاي الأحداث اللي تحصل الآن في العراق هي أحداث مؤسفة بالصراحة، ولكن ما دام عناصر الفساد موجود في الدولة العراقية وهذه العناصر هي التي تتوج وتكلف وترشح المسؤولين في العراق حسب معاييرها، فما تتوجه خير في العراق، لأن كل ما يبنى على باطل فهو باطل. نحن نعلم في بداية الأمر منذ سقوط النظام في عام 2003
وضعت لنا حكومة تابعة، حكومة غير مستقلة، حكومة لا يعني تراعي وتدافع عن السيادة الكراسية. فكيف يعني نترجى من هذه الحكومة وهي حكومة مبنية على الفساد ويستشري فيها الفساد أن تقوم بملاحقة الفاسدين والسراق ومن يحرقون ومن لف لفهم؟ نعم. فنحن لا نترجى من هذه الحكومة وكل حكومة تخول وترشح من الأحزاب اللي هي ما يعني موجودة في العراق، لا نترجى منها خير. علينا أن يعني ننقلب على يعني هذا النظام، يعني علينا أن نبني دولة قائمة على الوطنية العراقية، ناس مصلحين. نعم. هم الذين يتصدون للعملية السياسية. برأيك يا سيد أبو عدنان، ما هي الأدوات أو الخطوات اللي لازم يتبعها المواطن العراقي أو الشعب العراقي بشكل عام في سبيل تحقيق اللي حضرتك تفضلت به؟ نعم، على الشعب العراقي أن أولا يعني بدأوا الشباب العراقيين يتوعون. بدأوا في عملية النضج الفكري، بدأوا أن يحسون بالمسؤولية، أن يدافعون عن بلدهم، والمظاهرات هو أول خطوة. نعم. قاموا بها وهي خطوة ناجحة، ويعني جدا ناجحة هذه الخطوة. برأيك شنو اللي تحتاجه الثورة حتى تحقق اللي تريده؟ الثورة أولا يحتاج أن تتواصل مع جهات خارجية، يكون الصوت مسموع من الخارج. لأن من يكون الصوت مسموع من الخارج قد يكون يعني نوع من أنواع الضغط على الحكومة العراقية أن تلبي مطالب المتظاهرين. يعني إذا إحنا نقعد فقط يعني ننتظر أن الحكومة تلبي المطالب أو لا لم تلبيها بدون أي ضغط، يعني ما أتوقع هذا الشيء منطقي. بس احنا ناكد هنا انه هاي الثوره اللي انطلقت من 11 ولغايه اللحظه اسقطت ثلاثه وجوه، غيرت ثلاثه وجوه. يعني مصطفى الكاظمي هو ايضا كان في طريقه الى سقوط حكومته لولا التوافقات الحزبيه الطائفيه المعروفه يعني، لكن هاي الوجوه اللي هي عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي وعادل عبد المهدي، طبعا هو ما راح بسبب ضغط الجمهور، راح بسبب فتوى المرجعيه او توجيهها يعني. نعم. حتى ما كان مهتم للشعب والدماء اللي سالت. هذه المشكلة أخي كريم، هذه المشكلة هي اللي يعني هي هذه فقط وجوه، هو النظام السياسي الذي يأتي بمثل هذه الوجوه. نعم. هو المشكلة والخلل ومصدر المشاكل في العراق ومن هذا النظام الذي يأتي ويكلف ويرشح مثل هذه الوجوه. نعم. ثانيا، انت ابد يعني شايف لك في دوله ناجحه في العالم يعني يؤتي برئيس وزراء من قبل مرجعيه دينيه، يعني هذه المرجعيه الدينيه ويقال رئيس الوزراء بالمرجعيه الدينيه هم. نعم، هي مختصه في الامور الدينيه، الامور الفقهيه. يعني ليس يعني لا يجوز ان يكون لديها علاقه في العمليه السياسيه. نعم. يعني كونها لديها علاقة في السياسة العراقية فهذا يثبت بأن السياسة العراقية هي سياسة فاشلة إن كانت تدار من أشخاص غير مختصين في هذا المجال. نعم. سيد أبو عدنان من لندن، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. يقول النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الابتزاز اللي يتعرض لها المزارعون بمحافظة ديالى. ويقول برهان المعموري النائب عن المحافظة أن مزارعي ديالى يتعرضون لعمليات ابتزاز ومساومة مقابل تسويق محصولي الحنطة والشعير، لافتا إلى أن هناك جهات متنفذة تسعى لضرب الاقتصاد العراقي ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. هذا أكثر من نائب حقيقة وأكثر من مسؤول يتحدث عن هذا الموضوع ويتحدث بتفاصيل عن ما يتعرض له المزارعون في محافظة ديالى، إن كنا نتحدث عن محافظة ديالى. وطبعا بقية المحافظات قطعا هناك أيضا معلومات من النواب الموجودين في المحافظات عن المشاكل أو ربما عن الجهات التي تقف خلف عمليات استهداف الزراعة العراقية. كل هذه المعلومات متوفرة ولا نزال نرى صمتا حكوميا مستمرا بنفس النهج بغض النظر
من هو رئيس الحكومة. معنا اتصال آخر المتصلين، سعد من بابل، تفضل يا سعد. سعد حسين. حسين 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 علياوي حسين من بغداد. من بغداد لعداني جاني سعد من بابل. نعم. تفضل يا حسين. نعم نعم أخوي تفضل. حياك الله تفضل كل الهلا. تفضل أخوي حسين. أنت مو مخابر؟ أي نعم. تفضل على الموضوع شارك حسين. فقدنا الاتصال مع حسين من بغداد. طيب نقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. لدينا نبدأ من أول الرسائل الواردة. يقول أحد المشاركين السلام عليكم، أو إحدى المشاركات تقول السلام عليكم أستاذ محمد، وياك إحدى طالبات كلية المعارف. والله أستاذ نعاني من التعليم الإلكتروني، والله يلغونا أحسن، والله أستاذ ما توصل المحاضرة. نفس الرسالة طبعا مع البارحة، عندهم مشكلة بمحافظة الأنبار بموضوع الدراسة عن بعد والنظام الإلكتروني للتعليم، وهذا نظام غير حقيقة معتاد عليه في العراق، ونظام مستجد بالنسبة لكثير من الطلبة، وطبعا يواجهون الصعوبة بسبب ضعف الإنترنت وعدم قدوم المحاضرات. توجه رسالة هذه الطالبة بإلغاء هذه السنة وإعفاء الطلبة من الضرر الحاصل عليهم نتيجة حظر التجوال ونتيجة انقطاعهم عن الدراسة المنتظمة، وبالتالي يعني هم متضررون ويستحقون أن يستثنون من قضية الدرجات والامتحانات. يعني هذه هي الرسالة. عاد السيد حسين من بغداد مرة أخرى، تفضل يا حسين. نعم أخوي العزيز حياك الله حبيبي. بالنسبة للطلبة الصفوف النهائية يعني الثالث والسادس، نعم، المفروض امتحانات. طيب. أما موضوعنا مو الطلبة يا حسين، موضوعنا مو الطلبة. موضوعنا مو الطلبة. نعم. موضوعنا عن حرق المحاصيل. نعم. الزراعية اللي يتم بمحافظات مختلفة بالعراق، ديالى وغيرها، استهداف متعمد للأراضي الزراعية، محصول الحنطة والشعير وعمليات حرق. احنا نقول وين دور الحكومة بتأمين هاي الأراضي الزراعية والحفاظ على المنتج المحلي، بدل ما نظل نعتمد على الغير، نعتمد على التصدير. نعم أخوي العزيز، هذا فعل مال دول الجوار. منو دول الجوار يعني؟ ها؟ منو دول الجوار؟ يعني المجاورة للعراق شنية؟ هاي كلها لها مصلحة. بس نواب عن المحافظات اللي صارت بها حرائق يقولون انه المناطق اللي تم بها الإحراق مناطق أعلنت الحكومة أنه هي مناطق متحررة من داعش وما بها غير القوات الحكومية وبعض الميليشيات. طبعا هذا الموضوع عادي معتاد عليه. الميليشيات الولاء مالهم المن؟ المن واضح للجوار، حتى المحاصيل مال ذيك الدول يدخل للعراق. طيب. والعراق يروح الزراعة مالته تروح بالهواء. أنا أشكرك يا حسين، شكرا جزيلا للمشاركة. الدولة الوحيدة التي واضح للعيان وحقيقة هي الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تتحكم بفصائل عسكرية مسلحة، طبعا احنا نتكلم عن الميليشيات الطائفية، وهي إيران. إيران لديها الأذرع في العراق وفي سوريا واليمن ولبنان، هي التي تتحكم ب المصائر الشعوب العربية في هذه البلدان، وهي التي تسيطر وهي التي تدمر وتسرق وغيرها. نكمل قراءة الرسائل فيما تبقى من وقت. سيد أبو حاتم من الموصل باختصار يقول بعد التحية، يقول العراق بحاجة إلى نهضة الشعب ضد هذه العملية السياسية صنيعة الاحتلال، وخلاص الشعب والعراق من الاحتلال وأعوانه من الفاسدين المحسوبين على العراق. منجزاتهم إشعال وقتل ونهب وسلب واغتصاب واعتقال مخدرات، هذه منجزات الاحتلال وأعوانه، ويتحمل المسؤولية أمام الله الشعب، وعليه أن يتحرك ضد هذا الوضع. في رسالة أخرى، رسالة
يقول أحد المشاركين الناشد مصطفى الكاظمي بإصدار قانون العفو العام مطلبنا وتبيض السجون ونبدأ بعراق جديد بعيدا عن الماضي وآثاره، لأن إذا بقت الحكومة حاقدة مستحيل نصلح بلدنا. العراق والشعب العراقي مستحيل يثق بالحكومة إذا بقت هكذا. فرحوا الشعب العراقي بحلول عيد الفطر وأطلقوا سراح السجناء، العفو مطلبنا. في رسالة لدينا أبو كرارة من البصرة يقول تحية طيبة لك أستاذ محمد إلى أهلي بالبصرة وحق بيت الله فطور الجهل، ما عندي، كل من يحب يساعدني الله يرزقه دنيا وآخرة. راح أترك رقمي بالتعليقات فدوى أروح لكم، والله حليب أطفال ما عندي. يا جماعة طبعا هذه المناشدات تأتي كثيرا من السيد أبو كرار، وحالات حقيقة لعوائل متعففة كثيرة. هناك من لا يستطيع أن يكتب أو يتواصل لشعوره بالخجل، أو ربما يعني هذا الموضوع صعب عليه أن يقوم بالمناشدة. حاولوا لمن لديه القدرة من أهل الخير والإحسان الموجودين بالمحافظات العراقية كافة أن يبحث عن المحتاجين ويحاول قدر الإمكان أن يساعدهم بما لديه وما يستطيع. في رسالة لدينا أيضا، ما دام عناصر الفساد موجودة لا يوجد من يوقفها عن حدها وتستمر في تتويج المسؤولين الفاسدين، سيبقى هذا المسلسل من الحرائق إلى الأبد. أبو زينب يقول أستاذ محمد إحنا لا عدنا سجين ولا هذا الجوارين، لكن شنو الجوارين؟ لكن جوارين مسجون. ها يقول إحنا أستاذ محمد إحنا ما عدنا سجين ولا شيء، لكن هذا الجوارين مسجون وأمه تكسر الخاطر تريد تموت عليه، وما عدنا وما عدهم حصر عليهم اللقمة وبس، هو عدهم المعين، يخلون الله بين عيونهم والله أرحم الراحمين. هاي طبعا الرسالة كانت يوم أمس. اليوم يقول أستاذ محمد والله حرق المزارع تقف بسببها الحكومة والأحزاب الفاشلة عن مدي مشون زراعة إيران. شكرا يا أبو زينب. في رسالة يقول السلام عليكم، حرق المحاصيل الزراعية حدثت في زمن الحصار عن طريق الفسفور، تم رشة بالطائرات لضرب الاقتصاد العراقي والنقل، نفس القصة والعاقل يفهم. الحماية تبدأ بالكاميرات الحرارية وبالطائرات المسيرة للحماية. في آخر الرسائل بعد التحية، أم السيدة أم محمد تقول ناشدكم تناشدون أهل الرحم يطمنون على أولادنا، أنطوا عفو عام وفرحوا الأهالي. شكرا جزيلا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة من رسائل واتصالات وكل المتابعين الكرام. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.